وادي دجله في اول موسم بهذه الانطلاقات والتهديف. ادي تاني اسامه محمد، العرضيه الخطيره، وهو جيمس تيدي، وهو جيمس تيدي، قلت لكم يعني لاعب مشاغب يسجل الهدف الاول زي ما توقعت. بقول لكم بيتحرك كتير، بيلمس الكره كتير، بيغلط كتير في تسلل كتير، يسجل اهداف على طول. الهدف الاول في الدقيقه 29 من زمن الشوط الاول. ادي اهو اسامه محمد تاني عرضياته بهدف ولا اروع، بضربه راس حلوه للنيجيري جيمس تيدي، يضع فريق بتروجيت في فريق بتروجيت، لكن فيها خطوره. وادي عاد طول تاني، يا ولد يا ولد يا ولد يا جيمس يا تيدي يا ولد، شوف المهاره، شوف الرشاقه، شوف السرعه. وجيمس تيدي بيقول لهم تعالوا حيوني هنوني، وادي هدف ولا اروع من كده. شوف يعني يا سلام على المهاره، اتلعبت حلوه حلوه. عدى انطلق، فتح لنفسه المساحه، شوف من الشناوي فتح لنفسه المساحه، شوف هنا بقى مرجح رجله كده وسدد قويه ما يقدرش يعمل لها حاجه الحضري في المقص يا جماعه، على يمين الحضري. يا ادي تحت بدماغه علقها، هيئها لجيمس. بقول لكم يتحرك كتير، ياخد تسلل.